مرحبا يا وسوف أشارككم بعض المعلومات من شبكة التعليم عن المخدرات. توفر الشبكة معلومات للجميع لفهم المخدرات وكيفية عملها وكيفية البقاء آمنا عند استخدامها. المخدر هو أي مادة عندما يمتصها الجسم تغير وظيفة الجسم العادية البدنية والعقلية أو العاطفية. وفي أستراليا يعتبر التبغ والكحول قانونيين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، ولكنهما يسببان أشد الأذى لمعظم الناس. التدخين هو المسبب الرئيسي للوفيات والأمراض المتعلقة بالمخدرات بما في ذلك السرطان، مثل سرطان الرئة وأمراض القلب وتلف الدماغ ومشاكل الخصوبة عند النساء. سوء استخدام الكحول هو السبب الرئيسي الثاني للوفيات والأمراض ذات الصلة بالمخدرات، ويسبب سوء استخدام الكحول الحوادث والإصابات والأمراض بما في ذلك أمراض الكبد والسرطان والقرحة ومشاكل في المعدة وتلف الدماغ. سوء استخدام الكحول يمكن أيضا أن يؤدي إلى تفاخم أعراض بعض الأمراض المزمنة مثل مرض السكري. يمكن وصف الأدوية من قبل الطبيب أو بيعها دون وصفة طبية في صيدلية. هذه تعد عقاقير قانونية تستخدم لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض. للتأكد من أن الدواء يعمل بشكل صحيح، من المهم أن تأخذ الجرعة الصحيحة وبالطريقة الصحيحة كما هو موضح من قبل الطبيب أو الصيدلي. في بعض الأحيان يمكن أن تحدث آثار جانبية، ومن المهم التحدث مع الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تعتقد أن هذا قد يحدث. على سبيل المثال، بعض الأدوية يمكن أن تبطئ الناس أو تسبب الشعور بالنعاس أو قد تسرع الجهاز العصبي. بعض الآثار الجانبية الأخرى يمكن أن تحدث إذا شرب الكحول في نفس وقت تناول الأدوية، مثل الدوار ومشاكل الكبد والمعدة، ويمكن أحياناً أن يأخذ الشخص جرعة زائدة. وأحياناً يتم استخدام الأدوية بشكل غير قانوني للوصول إلى بعض المكونات بسبب تأثيرها المخدر. وهناك أيضاً خطر الجرعة الزائدة عندما لا يتم استخدام الأدوية بشكل صحيح أو ضمن الجرعة المحددة. قد تكون قد سمعت أيضاً أن بعض الأدوية غير قانونية، وهذا يعني أنه في أستراليا لا يسمح باستخدام بعض الأدوية وفقاً للقانون. على سبيل المثال، الأمفيتامينات بما في ذلك سبيد مثل كريستال والنشوة، القنب، الهيروين، الكوكايين، المنشطات، الـLSD، الفطر السحري والمستنشقات. يمكن أن يكون هناك غرامات أو أحكام السجن لاستخدام أو بيع هذه الأدوية. يمكن فهم المخدرات أيضاً عن طريق عملها في الجسم. بعض الأمثلة على المخدرات المنشطة هي الأمفيتامينات بما في ذلك النشوة مثل كريستال وسبيد. التبغ والكافيين ومشروبات الطاقة هي أيضاً مخدرات منشطة. هذه الأدوية تحفز الجهاز العصبي المركزي، إنها تزيد من النشاط في الدماغ ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم. هذا يسبب زيادة اليقظة ويمكن أن يسبب زيادة الطاقة لفترة طويلة من الزمن. يمكن للمنشطات أيضاً تحسين المزاج وزيادة الثقة بالنفس. لهذه الأسباب يشار إلى المنشطات أيضاً باسم أبرز. وتسمى مجموعة أخرى من المخدرات المهلوسات، وبعض الأمثلة على هذه الأدوية هي LSD والفطر السحري. عندما يتأثر الناس بالهلوسة يمكنهم رؤية الصور، سماع الأصوات، ويشعرون بأحاسيس تبدو حقيقية ولكن لا وجود لها. في بعض الأحيان يمكن أن تسبب هلوسة غير سارة، جنون العظمة، الذعر أو الخوف. الفطر الذي يحتوي على السيلوسيبين الذي يسبب تأثير الهلوسة يمكن أن تبدو مشابهة جداً للفطور الأخرى التي هي في الواقع سامة ويمكن أن تكون قاتلة. ماذا عن المهدئات؟ الكحول والهيروين والقنب أمثلة على المهدئات بالإضافة إلى بعض أنواع الأدوية. المهدئات تبطئ الجهاز العصبي المركزي، إنها تنتج تأثير مهدئ في الجسم وتبطئ أداء الدماغ العادي.
يمكن أن تقلل من مستوى الوعي الخاص بك والحد من الموانع وانخفاض معدل ضربات القلب وبطء التنفس. ولهذه الأسباب يشار إلى المهدئات أيضاً باسم داونز. يمكن أن يشعر بعض الناس بالاسترخاء بعد عدد قليل من المشروبات، وبعض الناس يفقدون الوعي بعد ليلة من شرب الخمر. في حين أن المهدئات يمكن استخدامها بأمان، فهي خطيرة إذا ما استخدمت بشكل غير صحيح. وكما ذكر مسبقاً، إن بعض المخدرات مثل الهيروين غير قانونية، وبعض الأدوية المهدئة تتوفر فقط عن طريق وصفة طبية. إذا ما استهلكت في جرعات زائدة، يمكن أن تسبب فقدان كامل للوعي وفقدان الحواس، ويصبح الكلام مدغم، وتسبب إحباط في الجهاز التنفسي، وقد تسبب الموت. كما ذكر مسبقاً، الكحول هو من المخدرات المهدئة، ويمكن أن يبطئ وقت رد الفعل الخاص بكم وزيادة خطر التعرض للإصابات، مما قد يسبب مشاكل عند القيادة ويزيد خطر الإصابة بالحوادث. لذلك يجب عدم القيادة تحت تأثير الكحول أو استخدام الآلات في العمل إذا كان الكحول لا يزال في الجسم. من المفيد التحقق إذا كان مكان عملك لديه سياسة عدم التسامح مطلقاً، وهذا يعني أنه لا ينبغي العثور على الكحول أو المخدرات في مجرى الدم عند العمل. وتقع هذه السياسة في أماكن العمل التي يقود فيها الموظفون المركبات أو يستخدمون الآلات أو المعدات. الهدف من هذا القانون هو الحد من خطر الإصابة والحوادث. إذا كانت هذه السياسة في مكان العمل، فمن المفيد أن نفهم أكثر عن المشروبات القياسية، حيث أن هذا يمكن أن يساعد على تتبع المادة التي قد يستغرقها الكحول لخروجه من مجرى الدم قبل الوصول إلى العمل. وما هي المشروبات القياسية؟ هو أي شراب يحتوي على 10 غرام من الكحول. على سبيل المثال، 100 مللتر من النبيذ، 285 مللتر من البيرة، أو 30 مللتر من المشروبات الروحية. وبالنسبة لمعظم الناس، يستغرق الشراب القياسي الواحد ساعة واحدة ليتم معالجته في الكبد عند البالغين الأصحاء. لذلك إذا كان الشخص قد بدأ الشرب في الساعة 8 مساء وشرب 10 من المشروبات القياسية، فإن الجسم لا يزال يشعر آثار الكحول بعد حوالي 10 ساعات أو حتى الساعة 6 صباحا في اليوم التالي. يمكن العثور على معلومات الشراب القياسية على ملصقات الزجاجات والعلب، أو يمكن التحقق من دليل دين للكحول، إنه يساعد على تتبع معدلات مجموعة واسعة من المشروبات الكحولية المختلفة. هذا المورد المجاني متاح من خلال زيارة موقع دين www.din.org.au/resources. هل سمعت عن إرشادات الشرب الموصى بها؟ شرب ما لا يزيد عن 2 من المشروبات القياسية في أي يوم يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالكحول أو التعرض للإصابات. شرب ما لا يزيد عن 4 من المشروبات القياسية في مناسبة واحدة يخفف من خطر الإصابات المرتبطة بالكحول. وإذا كنت حاملاً أو مرضعة، فالخيار الأكثر أماناً هو عدم شرب أي كحول. وهل تعلم أن أجسامنا تعالج الكحول والمخدرات بمعدلات مختلفة؟ هناك عوامل مختلفة يمكن أن تغير كيفية تأثر أجسامنا بالكحول والمخدرات، مثل حالة الجسم الصحية أو إذا تم اتخاذ أدوية أخرى في نفس وقت استهلاك الكحول والمخدرات. السن هو أيضاً أحد هذه العوامل. قد يجد كبار السن أنهم يأخذون وقتاً أطول لمعالجة المخدرات، ويمكن أن يكونوا أكثر تأثراً من الشباب. وتختلف معدلات معالجة المخدرات من الجسد عند الرجال والنساء بسبب الاختلافات في حجم الكبد. ماذا عن المخدرات الأخرى وتأثيرها على الناس؟ القنب، المعروف أيضا باسم الحشيش أو الأعشاب الضارة، هو من المخدرات غير المشروعة التي يمكن أن تكون من المكئبات وتسبب تأثير الهلوسة. يمكن أن تختلف الآثار على الجسم بين شخص وآخر، وقد يتسبب ذلك في آثار سلبية على الدماغ لدى الشباب في طور النمو، وخاصة عند استخدامه بشكل متكرر وفي سن صغير. بعض الآثار على مدى طويل هي ضعف التركيز وانخفاض التحفز وضعف الذاكرة.
يمكن أيضاً أن يسبب تباطؤ وقت رد الفعل وضعف التنسيق والتغييرات في التصور، أي كيف ترى الأشياء، مما قد يزيد احتمال التعرض لحادث سيارة أو حوادث أخرى بنسبة 3 أضعاف. الفصام هو نوع من الذهان، وهو مرض عقلي، والمصاب به قد يرى أو يسمع الأشياء التي ليس لها وجود. استخدام القنب يمكن أن يؤدي إلى انفصام الشخصية لأولئك الذين هم بالفعل في خطر تطويره. على سبيل المثال، شخص لديه تاريخ عائلي من مرض انفصام الشخصية. الاستخدام المتكرر للقنب يمكن أيضاً أن يؤدي إلى الإصابة بمرض الذهان عند بعض الناس. قد تكون سمعت أيضاً عن القنب الطبي، وتجري حالياً بحوث في أستراليا تنظر إلى فوائد القنب الطبي لمجموعة من الحالات، بما في ذلك الصرع لدى الأطفال وضبط الغثيان عند مرضى الإيدز ومرضى السرطان. ويتم حالياً إجراء الأبحاث عن حالات مؤلمة ومزمنة أخرى، وقد تؤدي هذه الأبحاث إلى استخدام القنب الطبي لعلاج هذه الحالات. ويحدد مشروع قانون تعديل العقاقير المخدرة 2016 نظاماً وطنياً لإصدار التراخيص التي تتيح توفير إمدادات قانونية وآمنة من منتجات القنب الطبية لأغراض طبية منظمة، إلا أن القنب سيبقى من المخدرات غير المشروعة في أستراليا للاستخدام غير الطبي. ابتداء من أيلول 2017 في تزمانيا يمكن الحصول على منتجات القنب الطبية التي تحتوي على الكانابيديول، ولكن لا تحتوي العنصر النفسي النشط تتراهيدروكانابينول THC. يتم ذلك عن طريق إحالة من طبيب عام إلى أخصائي طبي، والذي سيقيم المرضى على أساس كل حالة على حدة لتتم معالجتهم بالقنب الطبي حيثما كان ملائماً. الأدوية المنشطة بما في ذلك الأمفيتامينات مثل السبيد أو النشوة والميثامفيتامين والمعروف أيضاً باسم آيس تؤدي إلى تسارع في الجهاز العصبي، مثل كريستال هو أقوى من الميثامفيتامين، وتشمل الآثار عدم الارتياح والقلق وسرعة ضربات القلب والارتباك وألم في الصدر. بعد الاستخدام المستمر يتزايد خطر التعرض لمشاكل صحية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق ومشاكل في القلب ومشاكل في النوم. إذا كان من الصعب السيطرة على آثار تلك المخدرات، ذلك يمكن أن يؤدي إلى القلق والإجهاد وغيرها من المشاكل الصحية. يمكن أن يكون من المفيد الحصول على الدعم عندما يدرك الناس أن تعاطي المخدرات القانونية أو غير القانونية يمكن أن يكون له تأثير ضار على صحتهم. التحدث مع الطبيب يمكن أن يكون مكاناً جيداً للبدء. وهناك أيضاً خدمة الكحول والدواء التي توفر خدمة الترجمة الهاتفية لخدمات المشورة والعلاج في جميع أنحاء الدولة، وهذه خدمة سرية. يمكن الاتصال على 1300-139-641. إن فهم كيفية تأثير الأدوية والمخدرات علينا هو أحد الطرق التي تساعد في الحفاظ على السلامة والصحة عند استخدام المخدرات، وهو شيء يمكن للجميع تحمل مسؤوليته. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لشبكة تعليم المخدرات www.din.org.au.